بسوي معاكم رولات المسخن. تسوي حشوة الدجاج أول شيء. عندي هنا زيت زيتون، ننزل عليه شرايح بصل ونقلبها لحد ما تتحمر. عندي البصل هنا خطة حميرة خفيفة ودبل، هنزل عليه. عندي هنا صدور دجاج فرمت البصل مسلوقة سلقتها هنقلبها مع البصل، كمون، فلفل أسود، ملح، وسمنة، ونقلب. عندي هنا دبس رمان شوي ما تكثرون، وعصرة ليمون. عندي هنا دبس رمان وبس، ونقلبها وكذا حشوتنا تكون صارت جاهزة. استخدم لرنه مسخن خبز جايبته من الدانو، اللي هو خبز الصاج او خبز المفروض، هو يكون دائره كبيره وانا مقطعتها عفوا. اول ما اجيبها اقطعها كذا مثلثات، وبنفس الكيس احطها بالفريزر. بس بعدين عند الاستخدام سهل مره، لكن كمان نشفت معايا، شوفوها ناشفه ما اقدر الفها. ايش اسوي فيها؟ راح احط عليها مرقه دجاج من المويه اللي سلقت فيها الدجاج حق الحشوه. ما عندي كذا، وبمكعب ماجي مويه سخنه زي كذا، وراح نبل فيها الفطاير ونحشاها. شوفوا الطريقه. انا عندي شريحه الخبز هنا، راح ابلها بالمرقه. لو لفيتها زي ما هي راح تنشف، هي ناشفه راح تتكسر، ما راح تلف معك كويس. إذا كان عندك طازة أو جايبته لين تمام، ما يحتاج الحركة هذه، رغم إنها كويسة والله تعطي طعم حلو. ننزل الحشوة ونلف الرولات، إذا بتطبقونها مع الجوانب أو تخلونها مفتوحة ما هي مشكلة، ولفي. هي رولات المسخن، رولات مسخن خلصتها. واللي تبغى تفرزن في المرحلة هذه، رصيها بصينية تحتها سفرة بلاستيك كده، ودخليها لحد ما تجمد، ووزعيها بأكياس أو علب. أنا راح أخبزها اليوم، راح أحمرها دحين، أمسحها بشوية زيت ورشة سماق وأدخلها الفرن. رشيتها بزيت، مسحتها بزيت ورشت سماق، ودحين على الفرن تتحمر من فوق وتحت. رشيتها بزيت.